السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الحلقة الأولى من ربط متحكم سيمنز S7-1200 متحكم سيمنز 1200 إلى عدة أجهزة باستخدام تقنية الـ RS232 أو RS422 مود باس RTU. هاي الحلقة راح نخصصها إلى شرح الأجهزة اللي راح نستخدمها ووظيفة كل واحد بيهم. أتمنى منكم أنه تركون تعليق إذا كان هذا الموضوع مهم بالنسبة لكم وإلا لا، فقط على مود نعرف أنه هل مقدار الاستجابة للموضوع وهل نستمر فيه ولا ممكن تقترحون شيء آخر. كذلك إذا كنت مهتم يفضل أن تقوم بالاشتراك بالقناة على اليوتيوب وتفعيل زر الجرس حتى من تنزل الحلقات لهذا الموضوع توصلك الإشعارات. أول شيء راح نبدي بالمعالج الـ PLC. هذه الحلقة راح نستخدم PLC من شركة سيمنز سيماتيك S7-1200 اللي هو الـ 1200. نوع السي بي يو المستخدمين هنا اللي هو 12-12C DC-DC ريلي. أوكي، وإذا نقلب على الجنب هنا نشوف هذه المواصفات نفس الشيء. سيماتيك S7-1200 CPU 12-12C DC-DC ريلي. هنا عندنا البارت نمبر هذا جوا موجود، ما أعرف إذا كان واضح ولا لا بالكاميرا. أوكي، وموجود مواصفاته. شنو هذا شنو معنى دي سي دي سي ريلي؟ هو كاتب لك هنا ديجيتال. بالنسبه للاول وحده دي سي بما معناه انه هو التغذيه مالته، هذه التغذيه 24 فولت، ال اللي هو 24 والام 0 فولت، فالتغذيه الرئيسيه 24 فولت راح انا اغذي. اوكي، لو ممكن في انواع اخرى، نعم في انواع اخرى مثل يكون اي سي، ممكن الاي سي يكون مثلا 220، فانت تتاكد قبل ان تغذي تاكد شنو الادخال مالته بالضبط وغذيه كما هو حسب المواصفات. اوكي، الدي سي الثانيه اللي هي للادخال الانبوت، يعني الانبوت مالتك اوكي هو 24، وهنا انا كاتب لك اوكي عدد الادخالات الديجيتال انبوت 8، عدد الادخالات 8 24 فولت. اوكي، والديجيتال اوتبوت كذلك. بالنسبه للاوتبوت اوكي هنا أنا مكتوب ريلي، ريلي يعني الاوتبوت هو ريلي، وممكن يكون دي سي، الدي سي يكون 24 فولت اذا كان الاوتبوت دي سي، يعني الاخراج 24 فولت اللي هو سيمي كوندكتر ترانزستورز يعني، وذا ريلي فيكون معناها ميكانيكي. اوكي، ريلي ميكانيكي، ويكون تياره يكون عاده عالي. الفرق ما بيناتهم طبعا الفرق انه انت بالنسبه للدي سي اوتبوت دي سي يكون التيار مالته قليل لكن السرعه مالته اعلى، السرعه للتغييره اعلى. بالنسبه للريلي يكون التيار مالته اعلى لكن السرعه ابطا لانه ريلي ميكانيكي. الميزه الاخرى بال1200 انه هو بي كذلك بولت ان انالوج انبوت. اوكي، فعندي هنا انالوج انبوت ادخالين، انالوج انبوت 0 ل 10 فولت، وهاي كلها مكتوبه المواصفات على الجنب. فاذا هسه ان الادخال
التغذية الرئيسية مالته شن هي؟ هل هي اي سي ولا دي سي؟ الادخال مالته دي سي، الاخراج مالته ريلي او دي سي. اوكي، والانالوج انبوت عدد 2، اوكي 0 الى 10 فولت. اوكي، كثير يسألون شباب احنا شلون نربط على هذا المتحكم ال 1200؟ طبعا بالنسبة لل 1200 شوف هنا اكو بي ايثرنت بورت، هذا شوف ايثرنت بورت، وانت شلون راح تقوم ببرمجته؟ ما تحتاج الى كيبل خاص، فقط تحتاج كيبل نتورك عادي. هذا الكيبل، شوف هذا الكيبل اللي هو النتورك العادي، تقوم بربطه بالبي ال سي من هذه الجهة، والجهة الثانية شوف شلون، والجهة الثانية تربطه اما الى الكمبيوتر مباشرة، اوكي، او عن طريق سويتش. هذا هو السويتش، هسه راح نجي عليه وشنو فايدته. اوكي، تقدر تربطه مباشرة الى الكمبيوتر مالتك وتشتغل على الاي بي ادرس، يكون اكو اي بي ادرس للبي ال سي واي بي ادرس للكمبيوتر مالتك اللي هو هسه هنا هذا الكمبيوتر اللي راح نستخدمه. طبعا البرنامج اللي يستخدم لبرمجة معالجات ال 1200 اللي هو تيا بورتال، او مختصر Totally Integrated Automation Portal، الاحرف الاولى Totally Integration Automation، فاجت تيا بورتال من عندها الاختصار. اوكي، خلينا نشيل هذا هسه الان الكيبل فصله. هذا بالنسبه الان للبي ال سي مالتنا ال 1200. طبعا اكو موديلات مختلفة، يبين من 1211 سي وبارت نمبر مختلف كذلك، 1212، 1214، 1215، 1217، كل واحد وحسب مواصفاته الخاصة به وعدد الاخراجات والادخالات. اوكي، بالنسبة على مود اقدر انا اتواصل باستخدام الـ RS485 او الـ RS422 مود باس ار تي يو، احتاج الى كارت اضافي. اوكي، الكارت الاضافي هو هذا الان، هو راكب بهذا المكان. اوكي، هذا هو الكارت كوميونيكيشن كارت، اوكي، سي بي 12 41 ار اس 485، فهذا هو كارت الكوميونيكيشن مالتي. طبعا من ميزات هذا البي ال سي انه انت تضيف له كارتات هنا فوق، ممكن تضيف له كارت، تضيف له كارتات هنا في الجنب، اوكي، وتضيف له كارتات بالجنب الاخر، خاصة الكوميونيكيشن كارت تنضاف على الجنب هذا، فمن كل الجوانب هو ياخذ كارتات. اوكي، هسه خلصنا بالنسبة للبي ال سي، عرفنا عندنا بي ال سي وعندنا كوميونيكيشن كارت. البي ال سي لحاله اذا بس البي ال سي ما راح يشتغل عندك ار اس 485، ما بي اي منفذ للار اس 485، لازم تركب لك كارت، يا اما تركبه هنا فوق من هذا النوع الفوق، او تركبه بالجنب. اوكي، هسه خلصنا من هذا، خلينا نجي للسويتش. السويتش شنو فايدته هذا؟ هذا سويتش عادي لنتورك بس صناعي، شوف شلون يركب على الريل العاديه. اوكي، من الميزات الحلوه هنا انه انت ما تحتاج راك خاص لل 1200، هو الراك العادية اللي تركب عليها الكونتاكترز وهذه الدين ريل، يعني الدين ريل العادية هو تركبه عليه. اوكي، فيركب على الدين ريل العادية. اوكي، نفس الحالة هنا على السويتش، شوف هنا تركبه على الدين ريل، هذا هيفي ديوتي 1. اوكي، شوف شلون من شركة واجو، وموجود طبعا من شركة سيمنز، وموجود من شركات اخرى، المهم يكون سويتش عندك هنا. السويتش وظيفته مجرد هو عملية ربط كموزع، يعني هو ما يعطيك اي بي ادرس للسويتش. اوكي، مو مثل الراوتر، الراوتر يعطيك اي بي ادرس، يسوي لك توليد للاي بي ادرس. السويتش لا، السويتش انت الاي بي ادرس ما له علاقة بهم، هو مجرد عملية ربط، يعني يربط لك الاشياء مع بعض. انا ليش راح استخدم السويتش؟ لو كان عندي فقط البي ال سي، اوكي، راح اربطه مباشرة للكمبيوتر، فما احتاج سويتش. لو كان عندك اكثر من جهاز، مثلا الان انا هذا هنا الكمبيوتر اللي هو تاتش، اوكي، هذا الكمبيوتر راح استخدمه ك اتش ام اي،
في المستقبل، فمن راح استخدم اتش ام اي احتاج اكثر من بورت. اذا كان البي سي مالتي ما بي بس بورت واحد، فضروري احتاج سويتش على مود اربطهم كلهم مع بعض ويتواصلون مع بعض. اوكي، او اذا عندك شاشه اتش ام اي نفس الحاله، اوكي، فتحتاج السويتش. بعض الاحيان هذا السويتش ما تحتاجه لانه اصلا انت الكمبيوتر مالتك باكثر من بورت ايثرنت، وبعض الاحيان حسب الموديل مالت البي ال سي يكون باكثر من بورت للايثرنت كذلك حسب النوع مالته. واذا ماكو فتحتاج السويتش هذا، فراح نستعمل السويتش. هاي ميزه السويتش انه ما يحتاج 220، يشتغل 24 كذلك نفس الشيء. اوكي، فهذا خاصه السويتش. احتاج باور سبلاي، انا هنا أنا راح استخدم هذا الباور سبلاي من الـ S7300، يعني من الموديل اللي هو S300 يعطيني 24 فولت وهو يتغذى بال 220. عندك باور سبلاي اخر ممكن تستخدمه، انواع كثيره من الباور سبلايات موجوده. المهم 24 فولت دي سي، لان انا عندي هنا البي ال سي مالتي 24 فولت دي سي. اوكي، شنو الاشياء الاخرى اللي راح استخدمها؟ راح استخدم الانفرتر اللي هو من نوع هيتاشي، وهذا الانفرتر احنا عندنا حلقات عليه، طريقه تشغيله بكل الطرق. اوكي، شرحناها كذلك حلقات ماضيه تمهيدا لهذا الموضوع. وهذا الانفرتر راح يكون مربوط الى موتر، هذا الموتر مربوط اليه، وهاي التغذيه مالته. طبعا الحلو الميزه اللي بهذا الانفرتر انه ياخذ سنجل فيز ويعطيك 3 فيز. اوكي، فانا متتحكم بالموتر اللي عندك. وشرحنا طريقه التواصل، موجود حلقاته على اليوتيوب. اوكي، هذا طبعا بميزه ال RS485 المود باس. هنا عندنا هذا الجهاز اللي هو متحكم الحراره من شركه يوروثيرم، كذلك شرحنا الحلقات مالته على القناه وكيفية التعامل معه وكيفية برمجته وكيفية التواصل عن طريق الـ RS485 أو المودباس لبرنامج المودباس بول، وكذلك برنامج الـ iTools Engineering Studio من يوروثيرم. أوكي، وهنا عندي الكيبل الباور مالته، وعندي هذا الكيبل للكوميونيكيشن. أوكي، عندي هاي مفاتيح راح استخدمها، انا مسويها مفاتيح عادية. اوكي، ممكن استخدمها الى كادخالات الى البي ال سي مالتي. وعندي هنا هذا اللي هو محول RS232 الى RS485، وهو استفاد من عنده ممكن اربط هذا البي ال سي الى برنامج المود باس سليف، برنامج اخر. المود باس بول يشتغل كماستر، والمود باس سليف يشتغل كسليف يعني كيونت، وممكن تشوف الكوميونيكيشن مالتك على الكمبيوتر. اوكي، اذا كان هذا عندك يو اس بي RS485 يشتغل كذلك، ماكو اي مشكله. هذه الحلقه مثل ما قلنا هي مجرد شرح ومكونات الاشياء اللي راح نستخدمها، والهدف من الحلقه مثل ما قلنا راح نربط البي ال سي، يعني معرفه طريقة ربط الـ PLC الـ 1200 أوكي إلى أجهزة مختلفة باستخدام المود باس RTU. ليش نستخدم المود باس RTU؟ لأنه هو يستخدم فقط سلكين فقط. أوكي، من خلال هذول السلكين أنت راح تأخذ المعلومات كاملة من المتحكمات، إن كان متحكمات حرارة، متحكمات ضغط، متحكمات يقيس لك ليفل، أي نوع من المتحكمات اللي بيه ميزة المود باس RTU، كونتاكترات ممكن، أوكي، أجهزة حماية للباور، أي شيء تأخذها بشكل كامل، يعني كل المعلومات تسيطر عليها، تقرأها وتسيطر على المتحكم كذلك، تعطي أوامر من خلال سلكين فقط. أوكي، ونفس الشيء بالنسبة للإنفرتر.
وميزة المودباس ار تي يو انه تقدر انت تربط عدة اجهزة، اوكي، مجموعة من الاجهزة تقريبا تصل في اللاين الواحد الى 32 جهاز، اوكي، تربطها كلها الى المتحكم عن طريق سلكين وتتحكم بها وتعمل وتسوي سيطرة عليها وتراقبها. وكذلك الميزة الاخرى هي المسافة، يعني توصل الى مئات الكيلومترات، مئات الامتار العفو، واذا تستخدم ريبيترز ممكن توصل الى الكيلومترز كذلك، اوكي، بعد الاجهزة عن المتحكم او عن بعضها البعض. فهاي الميزة الموجودة بالمودباس RTU. وبالنسبة للبي ال سي طبعا هو بي ادخالات واخراجات رقمية وانالوج، ممكن استخدمها كمفاتيح، هذه استخدمها في التشغيل، اوكي، والاخراجات مالتي ممكن تروح الى اجهزة كونتاكترز او ريلي اتحكم باجهزة اخرى. مثل ما قلنا ببداية الحلقة، اتمنى من عندكم تحطون ملاحظاتكم على هذه الحلقة، على مود اعرف فقط مدى الاستجابة لهذا الموضوع وهل هو مهم بالنسبة لك، لكي نستمر به والا نروح الى مواضيع اخرى ممكن اقترحها في الملاحظات لو سمحت.